قال العميد صادق دويد ناطق المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي أن الوحدة اليمنية في ذكراها 30 تكتنفها العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية وحتى الصحية مؤخرا بجائحة كورونا، مؤكدا أن قيمة الإنجاز الوحدوي وحمايته يكمن في استعادة صنعاء من يد الميليشيات الإيرانية، إذ لا قيمة للوحدة وصنعاء منفصلة عن اليمن في وقت يحاول الذيل الحوثي نزعها من عروبتها وإلحاقها بالركب الطائفي التفكيكي الإيراني. وحذر من مغبة الاستمرار في الانقسامات والخلافات لجبهة اليمنيين ضد الحوثي، مؤكدا أن المستفيد الوحيد من الانقسامات هو الحوثي، داعيا إلى تشخيص الواقع برؤية وطنية وتوحيد الصفوف والتركيز على القواسم المشتركة دون الالتفات إلى نقاط الاختلاف لمواجهة الحوثي واستعادة صنعاء وحماية مكتسبات الوحدة اليمنية.